فؤاد المهندس جه اتفرج على فيلم الناظر واحنا عزمناه، وكان هو صديقنا جدا، لانه في الاول احنا ايام فوازير الابيض واسود كنت انا كلمته ان هو يعمل معانا ضيف شرف وكده، بس كان صحته ما كانتش مساعداه فاعتذر عن العمل، بس فضلنا على تواصل معاه وكان بيكلمني وبتاع. فبارك لي في فيلم عبود بس ما قدرش يجي يتفرج عليه، بس لما سمع عن فيلم الناظر قال لي تعالى خدني وفرجني على الفيلم، فخدته ورحنا هيلت رمسيس اتفرج على الفيلم واشاد بالفيلم جامد وانبسط جدا وضحك جدا جدا جدا. وكان بيقول عن الفيلم ده، كان الوقت ده النقاد، في بعض النقاد كانوا كتبوا بقى اراء انه الفيلم ده يعني هيبوظ التعليم في مصر، ويعني واحنا اول ما سمعنا الكلام ده الحقيقه اتفائلنا وقلنا الفيلم نجح. لانه طبعا ده اتقال على مدرسه المشاغبين واتقال على اعمال كتيره جدا مهم. فهو بدا خرج، كان في عاملين له زي مؤتمر صحفي كده، خرج الاستاذ فؤاد واتكلم كلمتين حلوين جدا على الفيلم، وقال ان الفيلم ده ايقونه، هو صاحب اختراع كلمه ايقونه، وهو اللي قال انه الفيلم قيمه تربويه مهمه جدا، لانه المسج اللي بيمثلها الفيلم ممكن كانت تروح مع الحته اللي المؤلف والمخرج عايزينها او صناع العمل عايزينها، وينسوا الحته الكوميرشال